بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلبه وطلبات مرحله الثانويه العامه، مرحبا بكم على قناه مستر يسرى عزت لشرح وتبسيط قواعد اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده موعدنا مع قاعده من قواعد اللغه هنتناولها بالشرح والتفصيل كالاتي. اولا قاعده بتاعتنا عنوانها Modal Verbs of Advice and Regret، وهنتناولها كالاتي. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالقاعده بتاعتنا كما يلي، وهنبدا مع اول عنوان بيقول لك ايه Modal Verbs of Advice، الافعال الناقصه المستخدمه في النصيحه. وهنتناول العنوان ايه منها positive present and future، يعني الافعال الناقصه التي تستخدم للنصيحه في الاثبات مضارع ومستقبل، وهي should بمعنى يجب، ought to اختها برضو معنى يجب، وهاد better معناها من الافضل. يا ترى الافعال دول بيجوا شكلهم ازاي او بيساووا ايه؟ اولا should واختها ought to يراهم مصدر، ماشي خلاص كده، وهاد بيتر زيهم يجي وراها مصدر، ماشي. اوت تو تختلف ان ما طبعا علشان اجيب المصدر بتاعها هي صيغه شبكه في بعضها، اوت تو يجي وراها المصدر بهذا الشكل. طيب تعال نروح لنعرف هو ايه البدائل بتاعه شود او اوت تو مع مصدر. بدائلها اتز ادفايزابل تو معناها ينصح بكذا، وطبعا بجيب وراها مصدر. It is desirable to من المرغوب فيه، وبرضه بجيب وراها مصدر. I advise you to وبرضه بجيب وراها مصدر، انصحك بكذا. If I were you I would لو كنت مكانك كنت هفعل، وبرضه طبعا هجيب وراها مصدر. It would be a good idea to سوف يكون فكرة جيدة ان، وبرضه بجيب وراها مصدر. It is a good thing to انه لشيء جيد ان، وبرضه بجيب وراها مصدر. You had better من الافضل لك، برضه بجيب وراها مصدر. You would rather برضو معناها من الافضل لك، وبرضو هجيب وراها مصدر. لو خدنا مثال وقلنا You should او You had better او You ought to look for a new job with a better payment، بقول له من الافضل لك ان انت تبحث عن وظيفة جديدة باجر اعلى، باجر اعلى او باجر افضل. واضح دي ان الجملة هنهوى مثبتة وهي نصيحة للحاضر او المستقبل، الاثنين ينفع. طيب نروح للنقطة الثانية وهي نيجاتيف present and future advice. لو النصيحة اللي انا بقدمها ده هي واخدة شكل النفي سواء كانت للحاضر او المستقبل، هيبقى عندي shouldn't او had better not او oughtn't to، كلهم بمعنى لا يجب او من الافضل ان لا. طيب shouldn't و oughtn't to زائد مصدر، ايه اللي يسويهم؟ ايه بدائلهم؟ It is not advisable من غير المنصوح به وراها مصدر. It is not advisable to وراها مصدر. It is not desirable to ليس مرغوبا فيه وبرضه يجي وراها مصدر. I advise you not to انصحك بأن لا، واخد بالك ان كلهم فيهم صيغة النفي. If I were you I wouldn't انا كنت مكانها ما كنتش هعمل كذا. It would not be a good idea to سوف لا تكون فكرة جيدة انك انت تعمل كذا، او It is not a good idea ليست فكرة جيدة، او you should better not من الافضل انك انت لا تفعل كذا، او you had better not من الافضل انك تفعل كذا. you would rather not من الافضل لك برضو ان لا تفعل كذا. كلها صياغات واخده شكل النفي، بنقول لا ما تعملش الحاجه دي لانها مش كويسه. مثال على ده you shouldn't stay up late ما تفضلش سهران طول الليل او تتاخر في السهر. ليه بقى؟ you will be unwell in the morning لان في الصباح التالي هتبقى مش كويس وتبقى في حاله غير جيده. يبقى احنا كده شفنا النصيحه او المودال فيربس للنصيحه في حاله الاثبات وفي حاله النفي في زمن المضارع وفي زمن المستقبل. الجزء الثاني من قاعدتنا بيتكلم عن مودال فيربس اوف ريجريت، الافعال الناقصه المستخدمه للندم. الندم يكون على ايه؟ الندم يكون على شيء في الماضي، اما ندمان على حاجه ان انت عملتها وكان يجب ما تعملهاش، فبتقول يا ريتني ما كنت عملت ده، او انك انت ندمان على شيء ما عملتهوش وكان نفسك تعمل كل يا ريتني كنت عملت. نبدا ب شود هاف تصريف ثالث اللي بتقول كان من الواجب كذا، يعني انت كان لازم تعمل كذا في الماضي بس انت ما عملتهوش، يبقى شود هاف تصريف ثالث. في حاله الاثبات بتقول ايه؟ تلوم شخص على عدم فعل شيء كان المفروض ان افعله في الماضي، بقول يا ريتني كنت عملت، ماشي. يبقى هو بيقول يا ريت كنت عمل ده، معناه ان هو ما عملش، فبيقول يا ريت كنت عملت ده، او احنا بنلومه يا ريت كنت عملت ده، ماشي، اللي انت ما عملتوش. الصياغه بتاعتها هتبقى زي ما هنشوف في الجمله يو شود هاف تولد مي يو وير كامينج، انت كان لازم تقول لي ان انت جاي. طب هو هنا قال لا ما قالش، فانا بلومه على انه لم يفعل هذا،
فبكمل جملته وليه I didn't expect you، أنا ما كنتش متوقعك. ناخد مثال تاني زي ده، he should have helped his friend but he didn't، كان لازم يساعد صديقه لكنه ايه؟ لكنه ما ساعدوش. يبقى should have تصف تالت بتقول ايه؟ بتقول انه كان عليك او كان يجب عليك ان انت تعمل ده في الماضي بس انت ما عملتوش. تعال نشوف الصياغه اللي عكسها اللي هي should انتهاء في تصريف تل، معناها لم يكن من الواجب كذا او كان من الاحسن ان ايه ده ما يحصلش. هنا بنلوم عليه ده، بنلوم الشخص على فعل شيء خطا، يبقى هو عمل حاجه واللي عمله ده كان خطا وكان المفروض ان هو ما يعملوش في الماضي. فانا بقول للشخص he shouldn't have parked his car in a no parking place، ما كانش لازم يركن عربيته في مكان ممنوع فيه ان هو يقف. طب هو هنا ركنها؟ اه ركنها، وبنلوم وبنقول لا ده ما كانش لازم يعمل هذا الشيء الخطا. طبعا احنا جبنا لك امثله مره بيو ومره بي علشان نوضح لك ان صياغه شد وراه مش هيفرق، يعني شد هاف تصريف تاج مش هتفرق اذا كان اللي انا بكلمه يو ولا هي. ونروح لمثال جديد في شودنت المنفيه، هي شودنت هاف دريفن اون ذا رونج سايد اوف ذا ستريت، ما كانش لازم يقود على الطريق الخطا من من, من 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 الشارع. طب هو قاد؟ اه قاد، وبنلومه على هذا الحدث الخطا اللي هو منه. يا ريته ما كان، هي شودنت هاف لم يكن واجب عليه ان هو يعمل ده. وبكده تكون انتهت القاعده دي. كان معكم معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر يسرى عزت من مدرسه شيماء الثانويه البنات محافظه السواج. السلام عليكم، وانتظرونا في مزيد من الفيديوهات الاخرى لشرح وتبسيط اللغه الانجليزيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.